بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في الكتاب الكريم: الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا عرفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني حجاج بيت الحرام، إخواني المسلمين في كل مكان، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من هذه الرحاب الطاهرة المقدسة التي تهفو إليها أبيض المسلمين كافة، وأهنئكم عيد الأضحى المبارك. سأل المولى جل قدرته أن يكتب الحجاج لحجاج بيت الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودعوة مستجابة، كما أحمده عز وجل على ما أمن به عظيم في الرحمن من أمانات حجهم في يسر وأمان وأمن. لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بختم الحرمين الشريفين وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار، فسخرت كافة إمكانيات البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم. ونحن عازمون بإذن الله على المضي في تحقيق أعلى مستوى من خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، في تطوير مستمر وفق منظومة متكاملة إلى المزيد من التيسير بإداء الحج وسلامة قصدي بيت الحرام ومسجد رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، مواصلين بأعمالنا الجهود العظيمة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله. أيها الأخوة، لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراعي الحرمات، ولكن المملكة بفضل الله وعونه بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في اتصال تنصر الإرهاب وتجفيف منابع بكل حزم وعزم ودون أوادة. أيها الأخوة، إن المملكة العربية السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر أمال وآلام المسلمين في كل مكان، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكافل في عالم الإسلامي وتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع. أسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا حجاج بيت على إكمال نسكهم وأن يردهم إلى بلادهم سالم الغانمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.